السلام عليكم الاخوه الاخوات، مرحبا بكم معنا من جديد في قناتكم اجيو نستافدو، قناه المعلومه البناءه، دائما في اطار نشر المعلومه ومساعده الاخرين. نسال الله السلامه والعافيه ومغفره الذنوب ان شاء الله الرحمن الرحيم. رمضانكم كريم وليله قدر مباركه ان شاء الله الرحمن الرحيم. اكثروا من الدعاء، اكثروا من الدعاء. اللهم ربي انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم ربي انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، احسن دعاء في ليله القدر. رمضان داز بسرعه، نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء الذي ارهبنا وارهب العالم باسره. اما بعد، اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم بغيت نهضر لكم على واحد الموضوع اللي شويه حساس، وموضوع اللي كيحتاج شويه ديال لومانيتي، موضوع اللي كيحتاج شويه ديال الاسلام، خصوصا في هذا الشهر المبارك وفي هذه الليله المباركه. الكثير ما غاديش يعجبوا الحال، ولكن ماشي مشكل، حنا كنقولوا اراء وكتناقش، اراء كتناقش. بالنسبه للناس اللي كاينين في ايطاليا وبالنسبه لتسوية الوضعيه اللي كاينه في ايطاليا حاليا، بعد الصراع الكبير اللي جرته الحكومه او الوزيره الزراعه بيلانوفا مع يعني مع الاحزاب، حزب النجوم الخامس والمعارضين، وببكاء وباستقاله، هدت بالاستقاله وبكل شيء، وبدا صراع طويل، ووافقوا عاوتاني، قال لك ما نوافقوش، عاود وافقوا. الحمد لله تمت السناتوريه وتحدوا الشروط ديالها وتحدوا الوثائق، وكنا درنا فيديوهات على هذا الشيء. ولكن الغريب في الامر هو ان النصابه والسمساره خرجوا، هذا الشيء اللي كنا نحضروا به واللي حضرت به في الفيديو ديالي كامل اللي هضرت على السناتوريه، حضرت من النصب والاحتيال. كنتفاجئوا في الفيسبوك ان الناس مساكن كيقول لهم الا بغيتوا ان كونترا دو ترافاي واصله دابا المينيموم 4000 اورو 4 مليون. واش يا اخوان، واش الناس مقاتله تما باش يحاربوا هذا الشيء، وخصو اصلا حرموا ارباب العمل اللي عندهم سوابق في الدعاره والهجره غير الشرعيه والمخدرات والسوابق العدليه، يعني كاع اللي عندهم النصب والسماسره، كاع داك الشيء استبعدوهم حسب الماده 380 في القانون الايطالي. الدوله استبعداتهم، والدوله فرضات على رب العمل باش يديكلاريك بالسميك. الوغ كيسكو سافي دير سميك؟ يعني طون بلان، يعني هو اوبليجي باش غادي يخلص عليك، يعني غادي ديكلاريك بحالك بحال مواطن ايطالي، ويجي واحد من فوق هذا الشيء كامل علاش حقاش هو رب عمل وغيطلب لك 4 مليون مينيموم. باش من حق، باش من حق؟ واش صاحبي حنايا دابا مسلمين ولا ماشي مسلمين؟ والمشكله اللي دايرين هذا الشيء والله ما نقول، دخلوا للفيسبوك ودخلوا للجروب ديال الطاليان وشوفوا شكون اللي داير هذا الشيء. دايرينهم العرب. العرب دابا خوتنا المسلمين، خوتنا بالحمنا ودمنا المسلمين، هادو سواء عرب سواء امازيغ سواء باش ما نبقاوش نديرو حنايا كي سميتو، المهم المسلمين، حقاش المسلمين فيهم الكور، فيهم العرب، فيهم اليهود، فيهم جميع الانماط ديال البشر، فيهم كاينين المسلمين. اليهود راه كنعني يعني لو تيب، النصارى كنعنيو حنا الكور، يعني ماشي نصراني باش تعرفوا. بون، راه الناس صاحبي دابا كتبيع، كتستغل الفرصه، كتستغل الضعف ديال بنادم، وكتبيع له ان كونترا دو ترافاي ب 4 5 مليون. واش ماشي حرام هادشي؟ اين هو الاسلام؟ اين هو رمضان؟ اين هي الاستفاده من هذه الكارثه ديال الوباء؟ اين نحن من هنا ل 100 عام؟ راه كلشي دايز اصاحبي، وراه كلشي دايز. هذا نداء، انا خصصت هذا الفيديو نداء، ونتمنى يتبارطاجا بزاف هذا الفيديو. نداء لارباب العمل المسلمين اللي كاينين في الطاليان، الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين. ماشي وقت النصب والاحتيال دابا والتسمصير، عطا الله فاش تسمصروا. قادوا الناس الوراق اصاحبي، عاونوا الناس، عاونوا اللي ما عندوش قادوا له الوراق، عطيوه له اصاحبي. اشنو فيها اصاحبي؟ اشنو فيها؟ اييه طلب له 400 اورو يعطيها لك باش تخلص عليه، ولكن باش تطلب له 4 مليون اصاحبي، اش من دم عندك؟ اش من دم اصاحبي؟ والله الا حرام هادشي، حرام. انا راه خصص هاد الفيديو يعني ضرني خاطري بزاف، لان شفنا هادي وحنا كنا متوقعين النصب، ولكن انا كنت متوقع النصب يعني يعطيك عقود عمل مزوره، ولكن
ابار داك الريسك باش تلقى عقد عمل مزور، يخرج لك واحد من دمك ولحمك اللي هو خصو يعاونك، اللي هو خصو ينوض عليك يدوي عليك، لانه هو واش زاد تما في الطليان راه تا واش من استوار عنده، واش من حرق فلوكه باه ولا علم الله اش كانت. يعني هو راه كراس العذاب ديال والديه راه هو تما عنده هاد الوريقات وعنده هاد الجنسيه. انا كنهضرش على الاغلبيه، علاش الناس ما كتعرفش ما كتحسش بالمعاناه ديال الاخر؟ راه خصهم يحسوا بالناس اصاحبي. راه لقيت بزاف ديال لي كومونتير قالوا لي يعني كيطلبوا لنا، ولكن لا اله الا الله محمد رسول الله، وزاره الزراعه دارت لي عليها، الاعلام دار لي عليه، الحكومه دارت لي عليها، وحنا مع حنا مع بوق عبوب ديالنا. المهم انا نطلب الله السلامه والعافيه، نطلب الله السلامه والعافيه، لا اله الا محمد رسول الله. سمحوا لي كنفعل شويه، ولكن الموضوع حساس جدا وخصنا نحاربوا هذه الظاهره. الله يرحم لكم الوالدين، الناس اللي في الطليان ترجلوا معانا، ترجلوا معانا من الاخر، ترجلوا معانا، عطاو الناس اصاحبي صوبوا الورقات ديالهم، عاونوهم اصاحبي. راه ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا، وخصوصا في هذا الشهر الكريم. راه ماشي ضروري ربي يعطيك فلوس ولا، راه تقدر تعاون واحد يعطيك ربي عينه، يعطيك خير، يعطيك يبين لك في ولادك يخرجوا يعني صالحين مؤمنين. راه الارزاق اصاحبي راه ماشي ضروري هي فلوس، راه ارزاق راه تقد تجري مور الفلوس وربي يجيب لك شي حاجه في ولادك ولا في شي حاجه ولا. راه خصكم تفكروا في هذا الشيء، راه الدنيا راه فايته. فكر باش تقنع، فكر انت من 100 عام فين غتكون اصاحبي. راه السيد راه هذا الشيء راه ماشي صاحبي فيه اللعب، الله يرحم الوالدين. المهم كنتمنى هذا الفيديو يتبارطاجا مع الاخوان والاخوات كاع اللي كاينين في الطليان، وذكرهم بان الدنيا دايزه، راه غديروا 4 مليون، ولكن راه الله ما غاديش يسمح لك. والله ما كاع ما تقول لي لا بيع وشرا، هذاك راه نصب. واش الدوله عطيك 400 اورو واخويا صوب له ب 400 اورو، اي يعطيك فري الطاكسي، بغيت الطاكسي وانت ما ديرش الخير، انت ما بغيتش تخرج الفطره. ولا اله الا محمد رسول الله. لا يا ربي يعني تحارب هذه الظاهره وتعاونوا الناس كاع، ونداء يعني الارباب العمل من هنا يحاربوا هذه الظاهره. وانا ما كرهتش يكون تبليغ على دوك الناس اللي كيطلبوا الفلوس، يبلغوا عليهم يديروا شكايات. السيد مشيت باغي يدير لي ب 4 المليون، واش انا باغي باغيني نخدم عنده نضرب عنده الكرفي ويقول لي زيدوا 4 المليون؟ هذه فين كاينه هذه؟ المهم نسال الله السلامه والعافيه. رمضان كريم، ليله القدر مباركه. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، نتمنى هذا الفيديو يتبارطاجا، والفكره اللي بغيت نوصل نتمنى توصل للناس، يعني الارباب العمل المسؤولين وحتى المسؤولين في الحكومه وحتى الناس المهاجرين غير الشرعيين. يعني ماشي قال لك اعطيني اعطيه، لا شوف اللي عطاك الاولى يعطيك الثانيه، يعطيك الثالثه، يعطيك الرابعه. يلعن بواد اللي يجي معاه الدل، وهذا اللي يبقى يقول لك يمص لك في دمك. راه عارفين تما باش كتجمع الاورو، راه كتضرب عليه تماره. المهم انا كنشكركم بزاف على المتابعه. ما تنساوناش بالدعم ديالكم، بارتاج، بركوا على الجرس باش يوصلكم الجديد دائما، الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.